الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، مستعينين بالله ومستفتحين برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن في الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، وهو باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في هذا الباب على ثلاثة فصول أول بعد المقدمة، وفي الخميس الماضي تكلمنا على أول وجه من وجوه إعجاز القرآن، حيث أننا نتناول على مدى شهر ونصف كل خميس معجزة القرآن الكريم، وهي أول وأشهر وأبقى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. وقال القاضي أن وجوه إعجاز القرآن تنقسم إلى أربع وجوه إجمالية، وينضم تحتها وجوه أخرى كثيرة. والوجه الأول هو الإيجاز مع البلاغة، الإيجاز مع البلاغة، حسن التأليف مع الإيجاز والبلاغة. ده أول وجه تكلمنا عنه بالتفصيل في فصل كامل الخميس الماضي. والوجه الثاني هو الأسلوب الغريب الذي جاء به القرآن مخالفا لأساليب العرب. فالعرب عندهم أساليب في الكلام، كانت أساليبهم إما نثر على سبيل الخطابة والرسائل، أو نظم على سبيل الشعر والقصائد والرجل وغير ذلك. أما القرآن فجاء على أسلوب غريب لم يعتاده العرب ولم يعرفه قبل ذلك أي عربي. فالقرآن جاء على هيئة آيات تتفاوت مقاطع الآيات وطول الآيات من سورة إلى أخرى، ولم يراعي في مقاطع الآيات ولا سور الآيات نظام الشعر، فلم يأتي على وزن ولا قافية، ولم يراعي أساليب الخطابة المعروفة المعهودة، وجمع مجموعة آيات في صلب واحد وسماه سورة، وجاء أحيانا بوقع غريب من كلام العرب فيأتي بحروف مقطعة لا يعرف العرب لها معنى ولم يستعملوها قبل ذلك، وتأتي على لسان نبي أمي لم يقرأ ولم يكتب فيقول ألف لام ميم، يقول حاميم، يقول طه، يقول كاف ها يا عين صاد، أشياء لم يألفها العرب ولم يعرفوها. والنبي الأمي وأي إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب لا يعرف أن ينطق بمسمى الحرف، يعني لو إنسان لم يدخل مدرسة لا يعرف أن يقول مثلا ألف لام ميم، لكن ممكن يقول ألم، لكن يقول ألف يسمي الحرف باسمه، أو يقول مثلا ألف لام ميم صاد. لو إنسان ما دخلش المدرسة ما يعرفش أن في حرف اسمه صاد أصلا، هو صحيح ممكن ينطقه في كلمة صيام، لكن لما تقول له طب صيام دي تتكون من ما يعرفش يقول ان دي فيها صاد او فيها ياء او فيها الف او ميم الا اذا دخل المدرسة وتعلم. فجاء هذا الاسلوب الغريب المخالف لاساليب العرب على لسان عربي امي
لبث فيهم فترة طويلة من الزمن لم يعرف أنه شاعر، ولم يعرف أنه خطيب، ولم يعرف أنه عنده من البلاغة التي بها يجمع الناس ويخطب فيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فلقد لبست فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحم. فمن علامات آيات نبوة النبي أنه لبث 40 سنة ثم جاء بقرآن معجز أعجز الخلائق إلى يومنا هذا. لم يستطيع إنسان أن يأتي بسطر مثله ولا جملة مثله، بل كلما حاول الفصحاء والبلغاء على مر العصور أيقنوا أنه من عند الله وأنهم عاجزون. فالوجه الثاني من وجوه إعجاز القرآن هي الأسلوب الغريب المخالف لأساليب العرب التي لم يعتادونها، وهذا هو الفصل الذي نتكلم فيه. يقول القاضي عياض في الفصل الرابع من الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الشفا: الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب. ومناهج نظمها ونثرها، نظمها اللي هو الشعر، وانواع الشعر بقى منها بقى ايه الحاجات اللي هي هنتكلم عنها ان شاء الله بعد قليل، ونثرها المخالف لاساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها. نثرها اللي هي الخطب والرسائل اللي هي لا يراعى فيها قافية ولا يراعى فيها وزن، وان كان يراعى فيها المعنى المراد وبعض الصور البلاغية. الذي جاء عليه، أي الذي جاء عليه القرآن، ووقفت مقاطع آيه وانتهت فواصل كلماته إليه، ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له. يعني حتى الكتب المتقدمة على كلام على القرآن، حتى الكتب السماوية لم تأتي بهذا الأسلوب الغريب ولا بهذا النظم العجيب. حتى الإنجيل، حتى التوراة، حتى الزبور، وإن كان لم يصل إلينا منه إلا بعض المواعظ التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الضعيفة الإسناد أو الحسنة الإسناد، ولكن القرآن الوحيد في كتب الله السماوية الذي جاء بهذا النظم العجيب الفريد، فكان معجز في لفظه كما أنه معجز في معناه. فلفظه معجز ومعناه معجز وفحواه معجز، فهو معجز بجميع وجوهه. ولم يوجد قبله، أي من الكتب المتقدمة، ولا بعده نظير له، ولا يأتي بعد القرآن كتاب من عند الله أصلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ويأتي القرون ويؤلف المؤلفون كتب، لا يأتي كتاب على نظير هذا الكتاب أصلا من وضع البشر. ولو اجتمع الإنس والجن على أن يوضعوا مثل هذا الكتاب، وليس مثله بل مثل 10 سور منه، وليس مثل 10 سور بل مثل سورة منه بل مثل آية منه، لا يستطيع أحد، ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه، بل حارت فيه عقولهم وتدلهت دونه أحلامهم. تدلهت يعني اندهشت، تدلهت يعني اندهشت، يعني فوجئوا فدهشوا، يبقى اسمه تدلهت. دونه أحلامهم، أي اندهشت عنده عقولهم، أحلامهم أي عقولهم. ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر كالخطب والرسائل، أو نظم كالقصائد، أو سجع اللي هو الكلام المقصر وليس على وزن ولكنه يأتي بقافية واحدة يسموه سجع، أو رجز، وده نوع من الشعر تلاقي المقاطع بتاعته مقاطع صغيرة ويأتي على أوزان مختلفة مع كل عدد معين من الأبيات، يعني 3-4 أبيات بوزن وبعدين 3-4 أبيات بوزن تاني، ده يسموه رجل. وكانت معظم أغاني العرب من هذا النوع، أو شعر، والشعر اللي هو النظم، يبقى ده عطف تفسير. ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر. ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة اللي هو أبو سيدنا خالد بن الوليد، وكان حكم حكام سوق عقاظ اللي هو السوق الذي كان يعمله أهل الجاهلية ويجتمعون فيه ليناظروا فيه الشعراء والفقهاء والخطباء
ويميز الفصيح من القبيح، وأفصح القصائد يعلقونها في الكعبة. فكان من ضمن حكام هذا السوق الكبير الوليد بن المغيرة، عالم من علماء اللغة وفصيح من فصحاء العرب وبليغ من بلغائهم. الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن مع شدة عداوته للنبي، انظر كيف قال: ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة وقرأ عليه القرآن رق، يعني حصلت له رقة في قلبه، وانصرف وذهب إلى بيته. فلما نظر إليه زعماء الكفر خافوا أن يرق قلبه للإسلام، فجاءه أبو جهل، وكان ابن أخوه، أبو جهل كان ابن أخوه، يعني الوليد بن المغيرة ابن عمه. فجاءه أبو جهل منكرا عليه، يقول له: كيف سرقت إلى هذا الكلام الذي يسفه أحلامنا ويعيب أصنامنا ويعيب آباءنا وما نحن عليه؟ فقال: والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. أو حلف وصدق وهو كذوب، بالرغم انه هو كافر الا انه صدق في هذا الكلام، انه فعلا القرآن لا يشبه شيئا من الشعر خالص مطلقا. وفي خبره الاخر حين جمع قريشا عند حضور الموسم، الخبر رواه الامام البيهقي عن ابن عباس، الخبر الثاني ده عن الوليد بن المغيرة، لانه دخل موسم الحج فخافوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم عند اجتماع قبائل العرب يحذروا منه القبائل فلا ينتشر امر النبي صلى الله عليه وسلم. حين جمع قريشا عند حضور الموسم، اي موسم الحج، وقال: ان وفود العرب ترد فاجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا. يعني يقولوا في رأي واحد، مش واحد فيكم يقول مثلا ده رسول، واحد تاني يقول لا ده مسحور، واحد تاني يقول لا ده مجنون، واحد تاني يقول لا ده شاعر، لكن اجمعوا في رأي علشان لا تضطرب اقوالكم فنجتمع رأي واحد عليه. فقالوا: نقول كاهن. الكاهن اللي هو الذي يخبر عن المستقبل، الامور المستقبلة، الغيب الذي يأتي في المستقبل يسموه كاهن، واللي يخبر عن الاشياء التي وقعت ولكنها غير معلومة. يعني مثلا واحد ضاع منه شيء او سرق منه شيء، فيخبر يقول له: اللي سرقك فلان، او الشيء اللي ضاع منك موجود في الحته الفلانيه، يسموه عراف. فاللي يخبر على الاشياء اللي هي وقعت ولكنها غير معلومه يسموه عراف العرب كده. واللي يخبر عن الاشياء التي تقع في المستقبل وغير معلومه الان، اللي هو يسموه الغيب، يسموه كاهن. فقالوا: نقول كاهن. قال: والله ما هو بكاهن. ده الوليد بن المغيرة، وكل قسموا ده اللي هيقولوا كله حق وصدق. والله ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته ولا تجعي. زمزمة ده تلاقي صوت خافي كده الكهان يقولوه، يبرطموا كده علشان يعني يستحضروا ايه الجن بهذه البرطمة والترطمة والحاجات اللي يقولوها دي، عشان الجن كانوا يسترقون السمع فيعرفوا بعض المعلومات عن الغيب ويخلطوها بمعلومات كثيرة بقى غير حقيقية، فيتصل الكهان بالجن فيعرفوا بعض الأخبار بهذه الترطمة والبرطمة. فقال: ما هو بزمزمته ولا سجعه. وكان الكهان يتكلموا بسجع، سجع متكلم، سجع متكلم، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كره السجع المتكلم. لما جاءه متخاصمين في جنين، سقط جنين، يعني واحد اعتدى على امرأة حامل فسقط جنينها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فيه الغرة، يعني فيه دية. الدية دي اللي هي الغرة، يعني تقريبا عشر دية الانسان العادي. فالمهم، فقال الرجل يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف ندي من لم يستهل، من لم يصرخ ولا يستهل ولا رضع ولا ومثل ذلك بطل.
يعني قال له كلام كده كله سجع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عاد عليه وقال إن هذا هو سجع الكهان. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره سجع الكهان اللي هو السجع اللي فيه، وإن كان في بعض دعوات النبي صلى الله عليه وسلم فيها سجع مثلا، ولكنه غير متكلف وجاء بمعاني صحيحة. إنما السجع المتكلف الذي يأتي بمعاني قبيحة تخالف الشرع أو بمعاني ليست قبيحة ولكنها تضيع الوقت فيما لا طائل، الرسول صلى الله عليه وسلم كرهه. فقال مثلا كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا طعم ولا استهل ومثل ذلك بطل، يعني باطل ما ندفعش به حاجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا من أخو الكهان. فالرسول كان أكره ما يكون أنه يكره حال الكهان، وعشان كده حتى الكفار قالوا والله ما هو بكاه صلى الله عليه وسلم، قالوا مجنون، نقول عليه مجنون بلاش كاه. قال ما هو بمجنون ولا بخمسه. المجنون ساعات يقول كلام غير معلوم ويقول احوال وليه احوال غريبه، واحيانا كده تلاقيه يتحزق واحيانا يتغزلن ويرتعش. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيهوش الخمسه دي ولا في احوال المجانين، فازاي نقول عليه كده وهو اوجه العرب صلى الله عليه وسلم واكثر العرب اتزانا؟ بل وهو صبي لما ارادوا ان يحتكموا في موضوع نقل الحجر وهزم الكعبه احتكموا اليه، فهم اجمعوا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم من اعقل العقلاء، او هو اعقل العقلاء على الحقيقه صلى الله عليه وسلم. قالوا ما هو، قال ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه. هزجه ده نوع من الشعر كانت تقول العرب يتغنون به برضه، نوع زي الرجز كده، وان كان تبقى مقاطعه اقصر شويه. قد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه. قريضه اللي هي ايه؟ الاشياء القصائد المقطوعات من الشعر الكبيره. ومبسوطه اللي هي مطولات الشعر، ومقبوضه اللي هي الشعر المختصر. قد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه. ما هو بشاعر، انطقه الله بالحق، ولكن اضله الله على علم. وعشان كده اعرف ان الهدايه من الله مش بالعقل. والله لو تركنا الله، لو تركنا الله لعقولنا لضللنا. او كان الوليد بن المغيره هو من اعقل اهل زمانه ومن اكثر اهل زمانه علما، ولكن انطقه الله بالحق واضله الله على علم، عشان تحمد الله على انه هداك للاسلام ولم يكلك لنفسك ولم يكلك لعقلك، فتحمد الله. وان كان العقل يثبت الايمان، ولكن الايمان هو مطلق هبه من الله وتوفيق من الله، ثم ياتي بعد ذلك العقل الراجح يثبت الايمان في القلب ويزيده نورا ووضوحا. فقال ما هو بشاعر، قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر ولا نفسه ولا عقده. والنفس ده نفخ معريق السحرة كده، ما هي كده يتف، ده اسمه النفس، يعني تلاقيه تف الهواء يخرج مع جزء من الريق. ولا عقده، وده بيعقده في بعض الحبال وبعض الشعور وبعض الاشياء، يقعد ويقول ايه برطمة كده وكلمات معينة ويقعد عقدة، ويقول برطمة تانية ويقعد عقدة. ده نظام السحر. نعم. قال ما هو بساحر ولا نفسه ولا عقده. قالوا فما نقول، كاهن مش موافق، مجنون مش موافق، شاعر برضو مش شاعر، ساحر ما ينفع. طب نقول ايه؟ قالوا فما نقول، قال ما انتم بقائلين من هذا شيئا الا وانا اعرف انه باطل. كل ده باطل. وإن أقرب القول به ساحر. إحنا هنقول ساحر مع علمنا إنه مش ساحر، بس هنقول كده بس عشان إيه؟ نفض الناس عنه. لكن إحنا عارفين إنه هو لا هو ساحر ولا شاعر ولا مجنون ولا حاجة خالص. كل الكلام ده باطل. شوف قد إيه بقى الفجر بتاع الفجرة وكفر الكفر. وإن أقرب القول، وإن كان الكل باطل، أنه ساحر. فإنه سحر
يفرق بين المرء وابنه والمرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته، لأن السحر عبارة عن ممارسة أسباب خفية تؤدي إلى تغير ظاهر، يعني أسباب خفية لا يراها الناس فيظهر تغير ظاهر يراه الناس بعيونه، هو ده السحر. الصناعة مثلا بتشوف أسباب، تحط حاجة على حاجة وتعمل فيها وتتناولها بأسلوب معين تطلع صنع، فده ما اسمه سحر لأن الأسباب ظاهرة، لكن السحر أسباب خفية، قاعد كده يقول كلمتين أو ما يقولش أو بهمة أو بشيء معين من الأشياء دي يقوم يحصل انقلاب ظاهري أمام الناس، زي مثلا ما قلبوا عصياهم وحبالهم حية تسعى، وقال الله سبحانه وتعالى واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فربنا سبحانه وتعالى وصف انه عظيم، يعني مبني على علم ومبني على اخذ بالاسباب وان كانت اسباب خفية تؤدي الى تغير في الظاهر. فاقرب حاجة فيه في الاسلام نقول ان الاسلام ده سحر، لانه اسبابه اسباب غير ظاهرة، الانسان يخرج من بيته كافر يرجع بيكره كل اللي كانت عليه اهله فجأة بمجرد لقيا النبي صلى الله عليه وسلم وسماع القرآن، يبقى ده يشبه السحر من هذه الجهة، ان هي تغير في الظاهر مبني على اسباب غير ظاهرة، فده اقرب شيء، ولكن وهو ليس بسحر لان الرسول ليس بسحر، ده كلامهم اللي هم اتفقوا عليه عشان يقولوه في الموت. ورب ضرة النافعة، لما انتشروا في وسط قبائل العرب وما كانوش يعرفوا حاجة عن سيدنا محمد ولا ان في واحد اسمه محمد اصلا، بقوا يقعدوا يقولوا لهم ده في واحد اسمه كذا 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 وده ساحر اوه تسمعوه، فعملوا دعاية قوية جدا، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم انفق فيها ملايين ما كانش وصل لهذه الدعاية، لدرجة ان قبائل العرب بقت تبحث عنه وتسمع كلامه، فهم ساعدوا ان ينتشر الاسلام بطريقة غير مباشرة، وهم يريدون ان هم يصدوا الناس عن الدين فدعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة، فتفرقوا اي من هذا المجلس وجلسوا على السبل على اي على الطرق اللي بيأتي منها الحجيج يحذرون الناس، اي يحذرون الناس منه صلى الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى في الوليد ابن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا. شوف بقى ربك سبحانه وتعالى بيحكي احواله النفسية وطريقة تفكيره وترتيب مخه في فترة عرضه هذه الاشياء، كلا انه قدر وفكر ثم قدر، كلا انه قدر وبعدين انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. ترتيبه وصف عجيب، ذرني ومن خلقت وحيدا اي اتركني، يعني رسول كأن الله سبحانه وتعالى يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اترك امره الي، ذرني ومن خلقت وحيدا، وحيدا معه، فوحيدا هنا تكون حال للياء حال لله، ذرني معه وحيدا لا يتدخل بيني وبينه احد، هذا معنى. وربما تكون ذرني ومن خلقت وحيدا حال منه، حال من الوليد بن المغيرة نفسه اللي هو الضمير المقدس، ذرني ومن خلقته وحيدا، كأنها كده كأنها تبقى حال من ضمير مقدر اللي هي الهاء الضمير المقدر اللي هو غير موجود اصلا، يعني تحتمل وحيدا دي تبقى حال للوليد بن المغيرة وتحتمل تبقى حال لله عز وجل، اي ذرني ومن خلقته وحيدا، وحيدا اي في مركزه وفي علمه وفي ماله، فلم يصل بهذه النعم الى المنعم، وربما تكون من باب التهكم، ذرني ومن خلقت من خلقته وحيدا في الشر، وحيدا في الكفر، كفر على علم، يبقى تحتمل ثلاث معاني. شوف ادي اعجاز القرآن،
ان ثلاث كلمات نقعد نشرح فيها ونقول ربما كذا وربما، وكل معنى في حد ذاته وجيه، وما فيش معنى يخالف معنى اخر، بل كل معنى يؤدي لمعنى يعضد المعنى السابق. ودي اعجاز ما تلاقيهاش في لغة البشر، ما حدش يعرف يجيب في لغة البشر ثلاث كلمات كده وتقعد تقول ان الثلاث كلمات دي تحتمل معنى كده وتحتمل معنى كده وتحتمل معنى كده، وكل معنى من ده يعضد المعنى الاخر ولا يعارضه. فده اعجاز في حد ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني وحيدا، كأن الله سبحانه وتعالى يقول اتركني وحيدا معه وأعذبه بعذابي لا يعذب عذابي أحد. أو ذرني ومن خلقته وحيدا، وحيدا في علمه وفي فهمه ووحيدا في ماله وفي عزته وفي كثرة الأولاد. أو ذرني ومن خلقته وحيدا في الشر وفي الكفر وفي معاداة النبي صلى الله عليه وسلم، تحتمل كل هذه المعاني. وقال عتبة بن ربيعة حين سمع القرآن، عتبة بن ربيعة ده والد هند أم معاوية بن أبي سفيان زوجة سيدنا معاوية، ده عتبة بن ربيعة، ومات كافرا في بدر. وقال عتبة بن ربيعة حين سمع القرآن: يا قوم قد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته. يعني شوف بقى راجل بقى على ثقافة عالية وعلم عالي، لم أترك شيء إلا وعلمه وقرأه وتكلم فيه وألف فيه من علوم العرب. ولقد سمعت قولا، يعني القرآن، والله ما سمعت مثله قط، ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. هم دول ناس كفروا واعترفوا أن القرآن ليس كمثله شيء من كلام العرب، لأن الله الذي قاله ليس كمثله شيء، فكلامه ليس كمثله كلام سبحانه وتعالى، لأن كلام القرآن صفة من صفات الله، والله ليس كمثله شيء. وقال النضر بن الحارث نحوه، وقال النضر بن الحارث، وكل دول عمالقة الكفار بقى، ولم يسلموا، ماتوا على كفرهم واعترفوا بهذا، وكانوا على علم بلغة العرب، علم عالي كبير بلغة العرب. كل اللي احنا ذكرناهم دول، الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة والنضر بن الحارث، كل دول ماتوا على الكفر، كل دول ماتوا على الكفر. وفي حديث اسلام ابي ذر، اسلام سيدنا ابي ذر، وسيدنا ابي ذر اسلم قديما في اول الاسلام، لدرجة انه بيقول كنت رابع الاسلام، يعني رابع اربعة، او كان يقول على نفسه كنت ربع الاسلام، فكان اسلم قديما. سيدنا ابي ذر ده من غفار، من قبيلة من قبائل اليمن، ولما سمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر في مكة بعث اخوه انيس، وكان اخوه انيس ده عالم بالشعر وعالم بلغات بكلام العرب، لدرجة ان كان ابي ذر نفسه شاعر، ويقول عارضت شعراء كثيرا وعارضهم اخي، وقد عارض كثير من الشعراء ولم يستطع احد ان يقف امامه. يعني انيس اخوه كان اكثر علما منه بالشعر، فسيدنا ابي ذر لما اراد يوزن كلام الرسول عمل ايه؟ بعت اخوه انيس لانه اكثر علما منه، قال له روح شوف لنا خبر الراجل اللي بيقولوا عليه سابق في مكة، واسمع كلامه ايه، وتعالى قول لي عنه اخبار ايه تقرير، لانه سمعه في الموسم انه ظهر واحد بيقول كلام يفرق بين المرء واخيه، وان كلامه ده سحر، فالعرب كانت تشتاق للكلام وعايزه تسمعه وتحبه. فقال له طب اعرف بقى ايه الحكايه دي، فما رضاش هو يروح بنفسه لان اخوه اكثر علما منه بكلام العرب، قال له روح انت الاول. فلما ذهب سيدنا انيس، نقرا الكلام الاول وبعدين نحكي القصه. وفي حديث اسلام ابي ذر ووصف اخاه انيسا فقال: والله ما سمعت باشعر من اخي انيس، يعني اكثر منه شعرا، لقد ناقض 12 شاعرا في الجاهليه انا احدهم. يعني ناقض يعني عارض، كان يقف كده واحد يقول مثلا قصيده، الثاني عرضه بقصيده ثانيه على نفس وزنها بكلام اعمق ومعاني اجزل، يقوم ايه الاقوى يسكت الخصم. فأنيس ده عارض 12 واحد ما عرفوش يردوا عليه، منهم اخوه نفسه اللي هو ابي ذر. لقد ناقض 12 شاعرا في الجاهلية أنا أحدهم، وأنه انطلق إلى مكة
وجاء إلى أبي ذر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعته على أقراء الشعر فلم يلتئم، وما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر. وإنه لصادق، ده كلام إيه؟ أنيس، يعني كلامه حاول يحطه على موازين الشعر اللي يعرفوها كلهم، ما التأمش على موازين الشعر، حاول يحطه على كلام الكهان، لم يجده كلام يوازي كلام الكهان ولا بسجع الكهان. فقال وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. فلما سمع كده سيدنا أبي ذر قال له إيه؟ قال له طب خد بالك انت بقى من الغنم وحاجتي، وأنا حيه هخطف رجلي واروح اقابله واجيله. فذهب سيدنا ابي ذر، وصل مكه وقرب الكعبه كده، قال ايه؟ شاف ناس قاعدين حوالين الكعبه، قال لهم اين الذي تدعون انه الصادق؟ عايز يعرف عنوان سيدنا رسول الله، بيسال عليه. بس هم بقى بذكائهم فهموا ان الراجل ده جاي منور ناوي يعمل عمله ويدخل في الاسلام بذكائهم، لان كان عندهم برضو ايه نوع من الذكاء، ذكاء في مصر ولكنه نوع من الذكاء. فقاموا عليه كلهم ضربوه، بيقول لك حتى صرت كالنصب. النصب ده اللي هو عارف البتاع اللي بيذبحوا عليها الذبيحه بتاع الجزار، اللي هي القرمه مثلا، يمكن القرمه نظيفه شويه، اللي في المذبح الحته اللي بيذبحوا فيها وينزل عليها دم الذبيحه كلها. فيقول حتى صرت كالنصب، يعني بقى كله دم وما قدرش يقوم من شدة الألم. فقعد يزحف لحد ما وصل زمزم، وقعد يكب على نفسه من زمزم ويشطف جسمه. وبعدين بعد كده بقى يدارى تحت أسطار الكعبة من الشمس، مش قادر حتى يقوم ومالوش بيت. يقول مكثت هكذا 30 يوما لم أذق طعاما ولا شرابا إلا زمزم، فلم أجد مسحة جوع، بل تكثرت عكن بطني. يعني مش كده وبس، ده مجعش، ومش مجعش وبس، ده تخن لدرجة ان بطنه بقت ايه، بقت نازلة منه كده. يقول لك عكن بطني، يعني بقت ايه مدلدلة فوق بعضها من كتر السخن. قعد شهر لا يأكل الا، لا يشرب ولا يطعم الا زمزم، لحد هو غريب عن البلد ومش قادر يقوم، وما قدموش الا زمزم، محدش يعرفه. ففضل اللي قاعد جنب زمزم يعالج نفسه وينام ويستريح ويتغطى بستر الكعبه، لحد ما مر 30 يوم يدوب شد حيله شويه. فكان متغطي ورا ستار الكعبه في وجود 2 من الستات قاعدين بيطوفوا وبيدعوا للاصنام. فقال لهم اين الصابئ؟ قال بقى دول ستات مش هيعملوا مشاكل. فراحوا ايه؟ الستات بصوا كده لقوا سيدنا رسول الله داخل من بعيد، هو وسيدنا ابي بكر، فاشاروا اليه هو ده. وجريوا خافوا، قالوا ده احنا شفنا صابئ تحت اسطار الكعبه، عرفوا على طول انه كمان مسلم، شفنا صابئ تحت اسطار الكعبه. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم دخل البيت واقترب من ركن الحجر واستلم الحجر وطاف، ومعه سيدنا ابي بكر، ثم اقترب منه سيدنا ابي ذر وعرفه بنفسه، وعرفوا انه من غفار، وانه مكث هنا 30 يوما بعدما ضربوه، وانه لم يطعم طعاما قط منذ 30 يوما الا زمزم. فقال انها مباركة، انها طعام طعم، دي على زمزم، انها مباركة، انها طعام طعم. ثم بعد ذلك لما سمع سيدنا ابي بكر انه لم يذق طعاما، فقال يا رسول الله ادعوك الى طعام اليوم، علشان يعزم معاه سيدنا ابي بكر. فراح سيدنا ابي ذر، مشي مع سيدنا رسول الله وسيدنا ابو بكر حتى وصلوا الى بيت سيدنا ابي بكر الصديق، وايه، وقعد سيدنا ابو بكر يكيل له من زبيب الطائف، وقعد بقى يعبي وياكل من زبيب الطائف. يقول اول طعام يدخل جوفي منذ 30 يوما هو زبيب الطائف. زبيب الطائف. فعنب الطائف، عنب كانوا يحولوه لزبيب ويستعملوه. فالمهم، فبعد ما اسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب الى قومك فاني اريت دار هجرتي ذات نخل، واني اظنها يثرب،
فإذا سمعت أني هاجرت فأتني هناك، لأن المسلمون هنا مستضعفون. قال له كده، قال له ارجع بلدك واستنى لحد ما تسمع ان انا وصلت لدار هجرتي تعالى لي هناك. فذهب الى قومه واخبر اخوه أنيسا انه اسلم، فاسلم أنيس على اسلامه. ثم ذهب الى امه فلم ترغب عن دينهما واسلمت، واسلمت نصف قبيلته غفار قبل هجرة النبي. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا بذلك ذهبت غفار واسلم قبيلة من قبائل قريبة لغفار، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمه الله، سالمها الله وغفار غفر الله له. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم. فده كان قصة إسلام سيدنا أبي ذر، وفيها أنه دخل للإسلام بمجرد سماعه لمعجزة القرآن فقط. معجزة القرآن فقط في حد ذاتها كانت هي دليل نبوة النبي في نظر أبي ذر، وهو عالم من علماء الشعر وكلام العرب. والأخبار في هذا صحيحة كثيرة، والإعجاز بكل واحد من النوعين اللي هو الوجهين الأولانيين، الوجه الأول الإيجاز والبلاغة بذاتها والأسلوب الغريب بذاته، كل واحد منهما نوع إعجاز على التحقيق. سواء النوع الأول الوجه الأول لوحده إعجاز لوحده، يعني مش الوجهين الاثنين مجموعين على بعض إعجاز الناس، لكن ده كل وجه في حد ذاته منفصل عن الآخر معجز. كل واحد اللي هو الإيجاز مع البلاغة والأسلوب الغريب، كل نوع من الأنواع دي معجز بذاته على حدة. إذ كل واحد خارج عن قدرتها، مباين لفصاحتها وكلامها. وإلى هذا ذهب غير واحد من أئمة المحققين، وذهب بعض المقتدى بهم إلى أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب، يعني في مجموع الاثنين الوجهين مش في كل وجه على حدة. وأتى على ذلك بقول تمجه الأسماع وتنفر منه القلوب، والصحيح ما قدمناه أن القرآن معجز بكل وجه على حدة، بكل وجه على حدة ليس بمجموع الوجوه. والعلم بهذا كله ضرورة وقطعا، والعلم بهذا كل أنه معجز ده ضرورة يعني بديهة، أصبح الناس بالبداهة كده عارفين أن القرآن ده معجز، لدرجة أن الناس على مر العصور والقرون ما حدش بيحاول يجيب حاجة زي القرآن، لأنه كل مستثمر القرآن معجز خلاص أصبح بديهية، زي ما واحد زائد واحد تساوي اثنين دي بديهة بقت ضرورة كده معلومة للصغير والكبير، أصبح القرآن أيضا معجز ضرورة أي بداهة بغير بحث. وإن بحثت وتعلمت فنون العربية تجد بقى بالبحث والنظر أنه معجز فعلا. وإن حاولت بعد إتقانك لكل فنون العربية أن تأتي بسطر مثله أيقنت أنه من عند الله، لا تستطيع، كما حاول ابن المقفع وغيري من بعض علماء البلاغة وفشل ودخلوا في الإسلام من جديد، لأنهم شعروا أنه هو بمجرد أنه محاولته أنه يعمل حاجة كأنه خرج من الإسلام. والصحيح ما قدمناه، والعلم بهذا كله ضرورة وقطعا. ومن تفنن في علوم البلاغة وأرهف خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يخف عليه ما قلنا. وقد اختلف أئمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه. يعني إيه وجه عجزهم؟ هل هو وجه عجزهم إن ربنا صرفهم بالصرفة زي ما قالت المعتزلة، ولا وجه عجزهم لذات القرآن إنه هو في حد ذاته معجز، يعني خارج عن مقدورهم أصلا، ليس في مقدورهم فصرفوا كما قال المعتزلة والمرتضى من, 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 من الشيعة، وبعض أهل السنة قالوا أنهم صرفوا، كان في مقدورهم ولكن صرفوا. ولكن هذا القول قول مرفوض، القرآن معجز بذاته وليس في مقدور البشر أصلا أن يأتوا بمثله، بخلاف القول اللي بيقول بالصرفة. نعم. ولن تفعل. فأكثرهم يقول إنه مما جمع في قوة جزالته ونصاعة ألفاظه وحسن نظمه وإيجازه وبديع تأليفه وأسلوبه لا يصح أن يكون في مقدور البشر أصلا، وأنه من باب الخوارق الممتنعة عن أقدار الخلق عليها كإحياء الموت،
كما حدث لسيدنا عيسى ولسيدنا إبراهيم، وقلب العصا كما حدث لسيدنا موسى ولسيدنا محمد، فالعصا قلبت في يد سيدنا موسى إلى حية، وقلبت العصا في يد سيدنا رسول الله الجريدة سيف بطار. وذهب الشيخ أبو الحسن اللي هو أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة، نسب إليه هذا القول ولم يشتهر عنه، نسب إليه هذا القول بالصرفة ولم يشتهر عنه، واشتهر عنه القول إنه هو معجز بذاته. وذهب الشيخ أبو الحسن اللي هو الأشعري إلى أنه مما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشر ويقدرهم الله عليه، ولكنه لم يكن هذا ولا يكون، فمنعهم الله هذا وعجزهم عنه، اللي هو قول بالصرفة اللي احنا قلنا قول باطل، نسب لسيدنا أبو الحسن الأشعري، ولكن اللي قالوا النظام من المعتزلة ومعظم المعتزلة والمرتضى الزبيدي من الشيعة، والمرتضى مش الزبيدي، المرتضى من الشيعة. وقال به جماعة من أصحابه وعلى الطريقين، سواء قلنا بالصرفة وده قول مرجوح، أو إنه هو ممتنع أصلا وغير مقدور للبشر على القول الراجح، وعلى الطريقين فعجز العرب عنه ثابت، وإقامة الحجة عليه بما يصح أن يكون في مقدور البشر وتحديهم بأن يأتوا بمثله قاطع، وهو أبلغ في التعجيز وأحرى، يعني ده أبلغ في التعجيز مما ليس في مقدورهم أصلا، ده رأيهم حتى على القول بالصرف، وأحرى بالتقريع والاحتجاج بمجيء بشر مثلهم بشيء ليس في قدرة البشر لازم، وهو أبهر آية وأقمع دلالة. أبهر آية يعني معجزة وأقمع دلالة. وعلى كل حال فما أتوا في ذلك بمقال، ما حاولوش العلماء دول كلهم والشعراء كل دول لم يحاولوا أن يعارضوا القرآن بمقال، ولكن عارضوه بالحروب والقتال، والحرب والقتال أشد على النفس من القول، فلو استطاعوا القول أن يحاربوه بالمقال كان يبقى أسهل لهم، ولكن اختاروا ما هو أصعب، بل اختاروا الخروج من الديار والزلة وتعرض الأعراض للأسر والسب، وتعرض أموالهم أن تصبح غنيمة في يد المسلمين، ولم يعارضوا ببنت شكل. ده أكبر دليل على أنهم عجزوا عن الإتيان بمثله ولو بشيء قليل مثله، لأنهم اختاروا ما هو أصعب من الإتيان بالكلام، فلو كان الكلام في مقدورهم كانوا عرضوا بالكلام. بل صبروا على الجلاء يعني ترك الوطن والمال والقتل، وتجرعوا كاسات الصغار والذل، وكانوا من شموخ الأنف يعني كبرا ورفعة، يعني العربي كان عنده شموخ ورفعة وكبر لدرجة انه ما كانش يذل نفسه حتى ولو يموت من جوه، يعني يفضل انه كرامته على اي شيء ثاني. بل صبروا على الجلاء والقتل، وتجرعوا كاسات الصغار والذل، وكانوا من شموخ الانف واباءة الضيم اللي هو الذل، بحيث لا يؤثرون ذلك اختيارا ولا يرضونه الا اضطرارا، وإلا فالمعارضة لو كانت من قدرهم والشغل بها أهون عليهم، أي مما سبق من القتل والتشريد وغيره، وأسرع بالنجح وقطع العذر وإفحام الخصم لديهم، وهم ممن لهم قدرة على الكلام وقدوة في المعرفة به لجميع الأنام، وما منهم إلا من جهد جهده واستنفذ ما عنده في إخفاء ظهوره وإطفاء نوره، فما جلوا في ذلك قبيئة من بنات شفاههم، ولا أتوا بنطفة من معين مياههم مع طول الأمد، يعني طول مدة التحدي 23 سنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وهكذا ويكرع ويوبخهم على مدى 23 عام، بل انقضى عهد النبوة واستمر القرآن يتلى والتحدي دائم إلى يومنا هذا، ولم يستطع كافر ولا مستشرق ولا مدعي إسلام ولا منافق أن يحاول، فضلا عن أن يأتي بشيء قريب من بلاغته وليس مثله. النجح، النجاح يعني والتوفيق، النجح بضم النون، وأسرع بالنجح من النجاح والتوفيق يعني.
مع طول الأمد وكثرة العدد، يعني كثرة عددهم مع فصاحتهم وتظاهر الوالد مع وما ولد، بل أبلسوا يعني يائسوا، وعشان كده إبليس سمي إبليس لأنه يائس من رحمة الله، أبلسوا أي يائسوا، بل أبلسوا فما نبثوا ومنعوا فانقطعوا. فهذان النوعان من إعجازه، بل أبلسوا يعني يائسوا فما نبثوا ومنعوا، ده دليل على القول بالصرفة، كأنه بيقول انه على الوجهين، ان هم يائسوا لانه هو معجز بذاته، وانهم منعوا على القول انهم صرفوا عن ذلك، على القولين هم لم يأتوا ببنت شاب، ولم يستطيعوا ان يأتوا بمثل سطر واحد من القرآن او جملة مفيدة من القرآن. فهذان النوعان من اعجازه. الفصل الخامس، الوجه الثالث من الاعجاز. يبقى اول وجه من الاعجاز الايجاز مع الاسلوب مع الفصاحة، والوجه الثاني الاسلوب الغريب المخالف لاساليب العرب، والوجه الثالث من الاعجاز من طوى عليه من الاخبار بالمغيبات وما لم يكن ولم يقع. يعني جاء القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر باشياء غيبية تحدث في المستقبل وتحدث كما اخبر بها القرآن، فده برضو شيء معجز في حد ذاته، لان لا يستطيع انسان ان يخبر عن اشياء تأتي في المستقبل وتقع كما اخبر الا ان كان موصولا بالله، اما من عند نفسه فكيف يأتي بهذا؟ لا يعلم الغيب الا الله، ولا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. فيأتي القرآن يخبر عن اشياء من المغيبات التي تقع في المستقبل وتقع وفق ما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فده وجه من وجوه اعجاز القرآن، وهو الوجه الثالث. فوجد كما ورد على الوجه الذي اخبر كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، وكان العرب مستضعفين، المسلمين كانوا مستضعفين وكانوا موجودين في المدينة، وكان بينهم وبين اهل مكة حروب، وفي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. لتدخلن، اللام هنا لام للتوكيد، داخلة على جواب القسم مقدر للتوكيد، كأن الله سبحانه وتعالى يقسم وعزتي وجلالي لتدخلن المسجد الحرام، فالقسم هنا قسم مقدر، واللام دي لام داخلة على جواب القسم، لام للتوكيد. وهذا الكلام لا يستطيع انسان يقوله من عند نفسه، ولكن يستطيعه الذي بيده مقادير الامور، والذي يجير ولا يجار عليه، رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك كما قال سبحانه وتعالى يدخلون في فتح مكة المسجد الحرام امنين، ودخلوا قبل الفتح في عمرة القضاء ايضا امنين محلقين رؤوسهم، دخلوا مرتين، مرة امنين ومرة منتصرين في الفتح، وهذا كله بعد نزول هذه الآية بعدة سنوات. فكأن الله أخبر ثم جاء القرآن، جاءت الأحداث موافقة لما أخبرها القرآن بعد عدة سنوات، يبقى ده إخبار بشيء غيبي، يأتي القرآن على مثله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ورب سبحانه وتعالى ما يقول في القرآن إن شاء الله، إما يقولها تعليما للناس على سبيل ان يعلمهم انهم اذا تكلموا في امر المستقبل يعلقوا بالمشيئة، او اما ان يكون حكاية على قول النبي ان الرسول يقول لاصحابه ان شاء الله لتدخلن المسجد الحرام، او حكاية لقول الملك الذي جاء للنبي في الرؤية يخبره انه في الرؤية سوف يدخلون المسجد الحرام ان شاء الله، فيحتمل كلمة ان شاء الله انها من كلام رب العالمين على سبيل التعليم والتوجيه، او انها حكاية لكلام الملك في الرؤية، او لكلام النبي للصحابة، تحتمل هذا كله. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، اي حال كونكم امنين، فامنين دي منصوبة على الحال، يعني مش هتخشوا خائفين ولكن تدخلون امنين، غير محاربين وغير مهددين. وقوله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين كان أهل قريش لما تحصل حرب بين الفرس وبين الروم يبقوا هم مع الفرس لوحدهم كده، ليه؟ لأن الفرس ليسوا أهل كتاب زي العرب، ما عندهمش كتاب، إنما الروم
بينتسبوا للمسيحيين، فهم اهل كتاب، وهم كانوا بيعتبروا نفسهم ان هم ليس عندهم كتاب، فيبقى هم اقرب للفرس منهم من الروم. فلما كانت الفرس تحارب الروم، قريش والكفار كانوا يبقوا ايه مع الفرس، يؤيدوا الفرس لتشابه بينهما انهما ليس لهما كتاب، هم الاثنين بخلاف الروم لهم كتاب. وكان المسلمين لما تحصل حرب بين الفرس والروم كانوا ايه يؤيدوا الروم، لان الروم اهل كتاب والمسلمين اهل كتاب، ففي تشابه. فالله سبحانه وتعالى انزل هذه الايه لما انتصر الفرس على الروم في معركه من المعارك، وفرح اهل قريش والكفار وقالوا كما انتصر الفرس على الروم وهم ليسوا باهل كتاب وانتصروا على اهل كتاب، ننتصر نحن عليكم لاننا لسنا باهل كتاب وانتم اهل كتاب تدعون. يبقى نصره الفرس على الروم دي بشاره لنا اننا ننتصر عليكم. فلما نزلت الايات غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، راح سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وراح راهن واحد من الكفار المشاهير اللي هو كان اسمه أمية بن خلف، أظن أمية بن خلف، قال له تراهني. وكان الرهان لم يحرم بعد، لأن الرهان بعد كده حرم ودخل تبع القمار، يعني يحرم للإنسان المسلم بعد ذلك، مش ما يستدلش بفعل سيدنا أبي بكر لأن ده كان قبل التحريم، فالرهان حرام إلى يوم القيامة خلاص ما حد يحرم مثلا، لأن أراهنك يعني أقامرك نوع من القمار. فالمهم ما كانش المراهنة حرمت أو حرمت. فذهب سيدنا أبي بكر لأمية بن خلف وقال تراهني على 10 كلوث، يعني إبل، إناث إبل الكبار، إن الروم هيهزموا الفرس في 3 سنين، بعد 3 سنين. فقال له أراهن 10 كلوث مني ل10 كلوث منك، واللي يكسب 3 سنين. فذهب سيدنا أبي بكر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال يا أبا بكر بضع سنين، البضع من 3 للـ6، الله قال في 7 سنين ولم يقل في 3 سنين، والبضع من 3 للـ6 مده في الاجل وزده في ايه في الرهان. يعني روح بقى قبله وقول له هنزود الرهان ونزود الاجل وزده الى 6. فقال اراهنك نزود الرهان الى 100 من القلوب انهم ينتصروا في خلال 9 سنين وليس 3 سنين. قال اواسك اراهنك. واستمر الحال لحد ما مات امية بن خلف بعد كده في عودته من غزوة احد بهواء حربة النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم ضربوا بحربة، الحربة ما اصابتوش، هواء الحرب اصابه، فمرض مرضا شديدا ومات في الطريق كافرا. ده امية بن خلف. وبعد الرهان ب7 سنين انتصر الروم على الفرس. فذهب سيدنا، يعني نزلت الآية وبعد 7 سنين حصل اللي هي في الحدود اللي هي من 3 للـ6 حصل ايه النصر، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين. يبقى دي مش معجزة ايه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف بحاجة زي دي، الإنسان ازاي البشر يعرف المستقبل، والمستقبل ليس بيد البشر ولكن بيد خالق القوة والقدر سبحانه وتعالى والأقدار بيده. فراح سيدنا أبي بكر خد من الورثة، من ورثة أمية بن خلف، خد منهم 100 ناقة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال تصدق بهم، تصدق بهم، يعني خدهم وتصدق بهم. فالإمام أبي حنيفة خد من الحديث ده، من الحديثة دي فقه إن العقود الفاسدة تجوز في ارض الكفار، في ارض الحرب، في ديار الحرب. العقد الفاسد، ما هو عقد المقامره ده والرهان ده عقد فاسد شرعا، ولكن الرسول اقره ليه؟ لانه تم في دار الحرب، تم في مكه، ومكه دار حرب مش دار اسلام، والرسول اقره. ولما خد الابل قال له تصدق بيه، يعني دليل ان تمت الملكيه.
تملكها ونصح انه كمان يتصدق بيها. فيبقى ده عقد فاسد تم والرسول اقره. ده كلام الامام ابي حنيفه، خد بالك، لان الامام ابي حنيفه الوحيد اللي قال الحكم ده. المذاهب الثلاثة الثانية ومذاهب المسلمين ان العقود الفاسدة فاسدة وحرام في دار الحرب ودار الاسلام سواء بسواء. ولكن الامام ابي حنيفة عنده رأي ان العقود الفاسدة في دار الحرب تجوز مع الاعداء مع الكفار ولا تجوز مع المسلمين. يعني لو تعاملت بالربا وانت عايش في اوروبا على مذهب ابي حنيفة ما تبقاش ربا، لان دي اوروبا دي دار حرب ومش دار اسلام، وده عقد فاسد. مش ده مذهب ابي حنيفه كده الى يومنا هذا. يعني احنا ايه نقول لرجال الاعمال اللي هم ليهم اعمال هناك في اوروبا وكده ممكن ياخد بمذهب ابي حنيفه وهيحط فلوسه في البنوك الربويه بتاعتها، لكن الاحوط الاحوط المذاهب الثلاثه الثانيه، لان الامام الشافعي قال ان هذا الحكم نسخ بعد ذلك بالتحريم، وان العقد ده لم يكن عقد فاسد اصلا، ده كان عقد صحيح لانه لم يسبقه تحريم، ثم جاء التحريم بعد ذلك فاصبح حرام. لكن هو يوم ما تم العقد ما كانش فاسد لانه كان جائز، لم يسبقه تحريم. ده كلام الامام الشافعي والامام مالك والامام احمد بن حنبل. وبالتالي التعامل بالربا في ارض الكفر كالتعامل بالربا في ارض الاسلام عند المذاهب الثلاثه. انما الامام ابي حنيفه استدل بالقصه دي ان العقود الفاسده في دار الحرب جائزه. واضح؟ دي معلومه تاخدها يعني تعرفها. ما هو لا يجوز حتى انك انت تحصل على الفلوس الحرام شرعا وتنفقها في سبيل الله، لا يجوز انك لا. دي مكافلية، لا يقول بالمكافلية المسلمين اليهود اللي يقولوا بيها المكافلية اللي هو ايه، ادهم الشرعاوي. ادهم الشرعاوي كان بيعمل ايه؟ ينط على البيوت يسرقها وينفقها على الفقراء ويطلعوا بطل حرام، طلعوا بطل. المسلمين ما يعترفوش بهذا، ده حرام. واضح؟ المكافلية اللي هي الغاية تبرر الوسيلة، ده مبدأ يهودي مش مبدأ اسلامي. المسلم سيف، الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة حط سيدنا علي ينام مكانه وعرضه للقتل وهو احب الناس اليه. كان سيدنا علي ده عند سيدنا محمد ده مقامه عالي قوي، كان يحب حب شديد، ورغم من كده احب الناس اليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيدنا علي. حطه ونيمه وعرضه للقتل عشان يعمل ايه؟ عشان يرد الامانات للكفار، والرسول سايب لهم داره وماله. كان ممكن يقول لك هاخد دي مقابل الحاجات اللي سايبها لك، صح ولا لا؟ كان ممكن يقول، لكن لا، المكفلية مش عند المسلمين، عند اليهود بس. وعشان كده اليهود لعن، قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله ما لا يعلمون. ومن اهل الكتاب من ان تامنه بدينار يؤدي إليك، ومنهم من تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. قالوا ده احنا ايه، احنا مع الأميين دول نتعامل زي ما احنا عايزين، لأن دول دار حرب. فهمت ازاي؟ فلدرجة انه إذا زنى مع غير اليهودية يبقى مش زاني، إذا سرق غير اليهودي يبقى مش حرام، إذا قتل غير اليهودي يساب. عندهم كده مكفلية. والمذهب المكافلي اللي هو الغايه تبرر الوسيله ده نشأ في اوروبا اساسا على دعوه اليهود، انما المسلمين لا، وعملوا عليها قصص علشان يشعروا المسلمين بيها. الغايه تبرر الوسيله، عملوا ادهم الشرقاوي ونشروها، قصه ادهم الشرقاوي دي كلها مكافليه علشان الناس تحب الحرامي الطيب. لو المسلم حب الحرامي الطيب بمرور الوقت هيبقى هو حرامي وطيب شويه، يعني يقول لك ايه، انا هتاجر في المخدرات وابني لي جامع ما اجراش حاجه، انا اعمل لي اخبط لي خبطه واشتري لي حته ارض ابني جامع واعيش بالبال، ويعيش ضميره مستريح. ليه؟ لانه ادهم الشرعوي في ذهنه. ايه مثلا؟ ابعدوه عني بس وانا اضربه، ويبعدوه عنه يروح مروح، ده عادل ادعاء مع العدل. ولو نشاء لقلنا مثل هذا. طب ما تقول 23 سنة بنقول لكم قولوا ما قلتوش،
وقعدتوا تحاربوا وتتقتل اولادكم وتموتوا انتوا نفسكم وتترمل ازواجكم وتتنازلوا عن ارضكم ومش كده وبس وتدولوا اموالكم غنائم، وبرغم من كده ما حاولتوش وما قلتوش، فده الدعاء مع العجز. ولو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. وقد قال لهم الله سبحانه وتعالى ولن تفعلوا، يعني في المستقبل قال لهم كده، وقال لهم في المستقبل مش هتعملوا، وكانوا ممكن يحاولوا يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيبهم من القرآن، وانهم يحاولوا مجرد محاولة ولو فشلة، ولكن ربنا قال لهم لن تفعلوا فلم يحاولوا اصلا من الاصل. ودي كل دي كمال اعجاز للقرآن. فما فعلوا ولا قدروا ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة كشف عواره. مسيلمة تصغير مسلمة من بني حنيفة، مسيلمة كذاب حاول بس جاب كلام بقوا يضحكوا عليه. يقول ما استمع سورة النازعات غرقا والناشطات نشطة، فقال ايه؟ قال مثلا والزارعات زرعة والناطحات نطحة والزاريات قمحة والطاحنات طحنة فالخابزات خبزة، قاعد بيوصف العيش، فالخابزات خبزة فاللاقمات لقمة، يعني قاعد يقول كلام هزيان، كلام هزيان ما ينفعش مع القرآن. ادي محاولات. ويقول لك مثلا ايه؟ ألم تر كيف فعل ربك بالحبلة خلق منها نسمة تسعى. يعني نفس تسعى، ادي الكلام اللي حاول يقوله ايه اهو، ديك انت بتضحك عليه. هو نفسه لما حاول يقول الحاجات دي بقت الناس تضحك عليه. ادي الكلام، ادي الواحد اللي هو الكذاب اللي حاول يعمل حاجات، وحاول واحد تاني يقول ألم تر كيف خلق ربك الفيل خلقه وله خرطوم طويل وإن ذلك في خلق ربك لقليل. يعني حاجات كلها دي كنت بتضحك، وكأن مثلا ايه بنقول كلام يعني فكاهي. ادي محاولاتهم الهزيلة، محدش تاني يقدر يعني قدر يقول كلام ليه معنى. والوحواح وغيره وغيره، والعجل النصاح. وسلبهم الله ما ألفوه من فصيح كلامهم، يعني حتى لما جاي يحاول يتكلم يمكن كلامه العادي كان فصيح، لما حاول يقلل القرآن جاب كلام غير فصيح. يمكن هو لما يخطب في قومه خطبة عادية ولا يدعي انه هيقلد القرآن يقول كلام فصيح، يجي يحاول يقلد القرآن ربنا يسلبه الفصاح، تطلع منه كلها عوار. فدي حاجة غريبة، دي معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فلم يخف على أهل الميز، يعني التمييز، على أهل الميز منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم. يعني لما سمعوا كلام مسيلمة وغيره، لما سمعوا كلام مسيلمة وغيره لقوا ان هو ده مش من جنس فصاحتهم ولا من نوع بلاغتهم، فنبذوه لركاكته وقباحته يعني، بل ولوا عنه مدبرين واتوا مذعنين، يعني مستسلمين، من بين مهتد وبين مفتون. ولهذا لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وده مات على كفره، شوف انت الكافر ده اللي هو ابو سيدنا خالد بن الوليد، الوليد بن المغيرة ده كان من ضمن المحكمين في سوق عقاظ في الشعراء، يعني ده بقى راس كبيرة من الرؤوس الكبيرة اللي يقعد بقى يسمع الشعر، يقعد يوزنه زي الجوهرجية كده، ويعرف معاني اللغة ايه، فيعرف مراني كلام العرب وكيفية تناول الالفاظ وارتباط الكلام بعضه ببعض، خبير من الخبراء. شوف انت الوليد بن المغيرة على كفره ده لما سمع آية واحدة من القرآن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سمع الآية دي بس، أهي دي فيها كل الإسلام كله. شوف الإسلام على سعة أحكامه وعلى كثرة معانيه اللي تكفي الناس إلى أن تقوم الساعة مهما تتجدد بهم العصور والمواقف، يتلخص كله في الآية دي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الأوامر كلها ثلاثة والنواهي كلها ثلاثة،
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية كلنا بنقراها وحافظينها، لكن لأننا احنا ما عندناش فهم للغة. شوف انت الوليد بن المغيرة الكافر لما سمعها قال ايه؟ قال والله إن له لحلاوة يعني عذوبة، وإن عليه لطلاوة يعني حسن وقبول، وإن أسفله لمغدق يعني من كثرة الماء، يعني مغدق يعني فيه في معاني تفضل تشرب منها حتى ترتوي، دي معناه وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر. ما يقول هذا بشر، ما يستطيعش يقول ده بشر، أو ده قضى عمره كله يقعد يسمع كلام العرب ويميز ايه السقيم منه من الفصيح، قضى عمره كله، فلما سمع سطرين من رسول الله قال كده، قال ما يقول هذا بشر. وذكر أبو عبيد اللي هو الحافظ القاسم بن سلام الحافظ توفي سنة 224 هجرية، ذكر أن أعرابيا سمع رجل، أعرابي ما كانش أسلم ولا حاجة، سمع رجل مسلم بيقول فصدع بما تؤمر، فسجد الرجل افتكر أسلم، فقال أسجد لبلاغته. ما يقول هذا بشر، ده كلمتين، فاصدع بما تؤمر، لأنه راجل بيفهم الكلام، فراح ساجد. كان العرب عادتهم كده لما يسمعوا كلام بيانه قوي عليهم ما يتحملوهوش، يقوم يسجد تحية للكلام ده، مش سجود عبادة، سجود تحية. فلما الأعرابي سمع كلمة فاصدع بما تؤمر اللي احنا سلوه النهار قاعدين نقراها ما حسيناش بحلاوتها، وإن كان حلاوتها بتمس قلبنا، لا شك القرآن بيمس قلوب كل المسلمين، لكن الثاني مس قلبه مع عقله لدرجة انه سجد لللفظ نفسه، مش لقائل اللفظ وهو رب العالمين، قبل ما يعرف رب العالمين، قبل ما يعرف مين القائل. فاصدع بما تؤمر، والصبع هو اصله القول الجهر الذي يفرق فيه بين الحق والباطل ويكون مصحوب بمعاداة ومعاناة، كل ده في كلمة فاصدع. يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول قول يجهر به هيعادي قومه، وهذا القول يفصل بين الحق والباطل، كل ده في كلمة فاصدع. فاصدع بما تؤمر، حتى منها القوة والعنف والحاجات دي، منها كلمة صداع، تقول أنا عندي صداع يعني ألم، يعني في شيء نزاع في رأسك، في منازعة في رأسك عملت لك ألم، منها الصداع، ومنها تصدع الأرض. فشوف انت اللفظ ده لما سمعه الاعرابي سجد من جماله، فسجد وقال سجدت لفصاحته. وسمع اخر رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، في سورة يوسف، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، فقال اشهد ان مخلوقا لا يقدر على هذا الكلام. ده مجرد ان سمع الجملة دي بس، ما لو سمع السورة بحد ده الجملة دي بس، ده سورة يوسف دي تقعد تتكلم فيها لما تشبه كل القرآن. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، لما تيجي تشرح الحالة النفسية اللي مر بها إخوة يوسف اللي هي تصور لك الثلاث كلمات ولا الأربع كلمات دي، تقعد تتكلم فيها مثلا خمس ست صفحات، إن هم حاولوا واتكلموا كتير ويأسوا، وبعدين بعد كده اتكوموا مع بعض وقعدوا يكلموا بعض في السر علشان يتشاوروا ويتحاوروا، كل المعاني دي اللي ممكن تقعد توصفها حالتهم النفسية اللي يمكن استغرقت منهم عدة ساعات، ربنا سبحانه وتعالى قالها لك في كلمتين، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. وحكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوما نائما في المسجد، سيدنا عمر نائم في المسجد في خلافته، فإذا هو بقائم على رأسه، واحد داخل المسجد واقف جنب سيدنا عمر يتشهد شهادة الحق ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاستخبره، فبيقول له إيه الموضوع، فأعلمه أنه من بطارقة الروم. بطارقة الروم بطريق جمع قائد جيش، زي أنت ما تقول عليه الوقت فريق في الجيش، يقول لك ده فريق، ده لواء، ده مثلا مقدم، فبطريق ده بطارقة جمع بطريق، وبطريق دي قائد جيش رومي، زي مشير مثلا، سميها اي حاجة، قائد كبير قوي يعني. فاعلمه انه من بطارقة الروم ممن يحسن كلام العرب، يعني بيعرف لغة العرب ويجدها اجادة تامة، وغيرها يعني وغيرها من اللغات،
وأنه سمع رجلا من أسرى المسلمين، الأسرى المسلمين اللي هم أسروهم في الحروب عندهم، سمع واحد من أسرى المسلمين وهو قائد جيش كبير، سمعوا بيقرأ آية، الآية دي البطريق ده القائد ده يعرف لغة العرب وفهمها كويس، فلما سمع الآية دي ساب الروم وساب الجيش وساب القيادة وراح للمدينة المنورة عشان يسلم عند بجوار المقصورة الشريفة عند سيدنا رسول الله. فسيدنا عمر سمع، هنشوف الآية دي هنشوف، فبيقول أنه سمع رجلا من أسرى المسلمين يقرأ آية من كتابكم فتأملتها، قعد يفكر في الآية دي، فإذا قد جمع فيها ما أنزل الله على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والآخرة في سطر واحد. ايه هي الآية دي؟ وهي قوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فيها كل حاجة، سطر واحد في كل حاجة، في كل حاجة، من لدن أن خلق الله السماوات والأرض لحد ما أن أهل الجنة يخشوا الجنة ولا ما يخشوا الجنة. ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله بالإيمان والإسلام، ورسوله بالانقياد والانقياع والتأسي به صلى الله عليه وسلم، ويخشى الله يعني خوفا من الله، تبقى طاعة ناتجة عن الخوف من الله والإيمان بالله، ويتقه سبحانه وتعالى يراقبه في كل أحواله، فأولئك إيه؟ هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فيها كل حاجة، لأن فيها دعوة سيدنا عيسى بن مريم كلها ودعوة كل الرسل. وحكى الأصمعي، هو عبد الملك ابن قريب بالتصغير كده، الأصمعي ده إمام عالم من علماء اللغة، مات سنة 210 هجرية، والأصمعي نسبة لأصمع، كلمة أصمع يعني صغير الأذن، يبدو أن جده كان ودانه صغيرة فاشتهر بكلمة الأصمعي. كان عالم كبير من علماء اللغة والنحو، ولد بالبصرة، مشهور علماء اللغة يعرفوه. وحكى الأصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها، سمع كلام واحدة ست كده، كلام فيه بلاغة كبيرة، وده راجل بقى من أهل اللغة والعربية فيفهم يوزن الكلام، فقال لها: قاتلك الله، ما أفصحك، إيه الجمال اللي بتقوليه ده، إيه الفصاحة دي؟ وكلمة قاتلك الله لا يقصد معناه، يعني ايه؟ يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: ثكلتك امك يا معاذ، ما يقصدش انه يعني ايه امك تعدمك، هي دي كلام عند العرب كده مقدمه يقولوها، ما يقصدش معناها لكن يقصد التعدد، يقصد التعدد. فبيقول لها: قاتلك الله ما افصحك. زي انت مثلا لما تلاقي واحد يقول لك نكتك حلوه بتاع تقول له يخيبك وتضحك، ما تقصدش تدعي عليه، واخد بالك؟ مش بتحصل حتى في لغتنا كده العاميه الضعيفة، فبتحصل زيها برضه في لغة العرب الفصيح. قاتلك الله ما أفصحك. فقالت: أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الآية فجمع في آية واحدة سبحانه وتعالى بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في آية واحدة. ربنا سبحانه وتعالى جمع في الآية دي بين أمرين: أرضعيه وألقيه، آدي أمرين، ونهيين: لا تخافي ولا تحزني، وخبرين: أوحينا إلى أم موسى. ده خبر ربنا بيقول لنا أنه أوحى إلى أم موسى، كويس؟ فإذا خفت عليه، ده خبر ثاني، هذه الخبرين: أوحينا وخفت عليه، وبشارتين: ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذه البشارتين، إنه هنرده ليك وهنجعله من المرسلين. يبقى آية واحدة جمع الله سبحانه وتعالى فيها بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. فهذا نوع من إعجازه منفرد بذاته غير مضاف إلى غيره على التحقيق. يبقى نوع الإعجاز ده إعجاز منفرد بذاته بغض النظر عن أي علامات أخرى للإعجاز أو وجوه أخرى للإعجاز.
على الصحيح، على التحقيق والصحيح من القولين، القول الأول في إعجاز القرآن قلنا بالصرفة، والقول الثاني وهو الصحيح إنه هو إعجاز بذاته لا بالصرفة، يعني لم يصرف الله الناس عنه، ولكن ده هو عجزه بغير صرفة، بخلاف المعتزلة من النظام من المعتزلة والمرتضى الزبيدي من الزيدية وبعض الشيعة، قالوا ان الاعجاز في القرآن ليس من ذات القرآن ولكن بصرف الناس عن ان يأتوا بمثله، ده ربنا صرف، لكن لو ما صرفهمش كان ممكن يأتوا بمثله، ده رأيهم، بس ده رأي طبعا قبيح، لانه يدل على ان الاعجاز اعجاز مش من ذات القرآن ولكن من خارج القرآن، ولكن لا، ده الاعجاز من ذات القرآن، وده الصحيح، وده مذهب اهل السنة، عشان كده بيقول لك والصحيح من القولين انه خارج عن قدرة البشر اصلا وليس بالصرفة على القول الثاني، واضح؟ وكون القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرفنا بقى ده ان القرآن هو قدامنا وكلنا بنقراه وانه كله معجز على مر العصور، وجاءت كل العلماء وكل الاكابر وكل فصحاء العرب مسلمين وكافرين ايقنوا باعجازه، عرفنا ده كله، القرآن ده كلنا متأكدين انه جاء على لسان مين؟ على لسان سيدنا محمد، خلاص بقى، يعني مفيش شك ان القرآن ده جاء على لسان سيدنا محمد، ما حدش يجي بقى في يوم من الايام يقول لك لا ده القرآن ده ميراث من مواريث كلام العرب وما فيش شخص اسمه محمد اصلا، ما حدش يقدر يدعي ويكذب ايه وجود شخص اسمه محمد اصلا. انه صلى الله عليه وسلم، وكون القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وانه اتى به معلوم ضرورة، يعني بديهة، ما حدش يقدر يقول القرآن ده جاء على لسان غير سيدنا محمد، ما حدش يقدر يدعي هذا. وكونه صلى الله عليه وسلم متحديا به معلوم ضرورة، برضو بديهة ان الرسول صلى الله عليه وسلم تحدى به العرب وانه قال هذه الايات على مسامعهم، وكل هذه الاشياء معلومة بديهة. وعجز العرب عن الاتيان به معلوم ضرورة ايضا على مر العصور، وكونه في فصاحته خارقا للعادة معلوم ضرورة، يعني بديهة برضو للعالمين بالفصاحة، معلوم بديهة للعالم بالفصاحة ووجوه البلاغة، وسبيل من ليس من اهلها زي حضراتكم واحنا وكلنا ان احنا مش من اهل الفصاحة ولا البلاغة، سبيله الايه؟ علم ذلك بعجز المنكرين، انك انت تعرف ان الناس اللي كانوا علماء بالبلاغة دول عجز، يبقى ده في حد ذاته يكفيك انك انت تعرف ان هذا القرآن من الفصاحة والبلاغة اللي بيه اعجاز الخلائق. وسبيل من ليس من اهلها، يعني من اهل الفصاحة، علم ذلك بعجز المنكرين من اهلها عن معارضته واعتراف المقرين باعجاز بلاغته. وانت اذا تأملت قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، او ده قالوا ان ده من ابلغ ما في القرآن، ولكم في القصاص حياة، ابلغ يعني القرآن كله بليغ، لكن ابلغ ما في القرآن آية الكلمة دي، الجملة دي، ولكم في القصاص حياة. علماء اللغة العربية كلهم قالوا كده انه ابلغ ما في القرآن والقرآن كله بليغ كلمة ولكم في القصاص حياة. ليه؟ لان كلمة القصاص هو القتل، والحياة عكس الموت، ففيها ايه؟ الضدين، وجعل ان الضد سبب الضد، ودي في غاية البلاغ، ان تجعل الضد سبب الضد، تجعل الموت سبب الحياة، وتأتي بها في ايه؟ في آية واحدة، تجعل الليل سبب النهار، حاجة غريبة قوي. فالعرب لما سمعوا الآية دي ولكم في القصاص حياة، كانوا عندهم جملة قبل كده بيعتبروها ايه؟ يعني ارقى ما قال العرب من الالفاظ، وهي القتل انقى للقتل، انفى وانقى، اتوردت دي، القتل انقى للقتل او انفى للقتل بالقاف والفاء، والاثنين معنى واحد، كان العرب بيعتبروا ان كلمة القتل انقى للقتل او انفى للقتل دي من اكثر الالفاظ بلاغة عند العرب، يعني لما تقتل القاتل تمنع بقتلك القتل اللي هيحدث بعدها، دي معنى القتل انقى للقتل، ولكن الكلمة دي ما فيهاش بلاغة، لان القتل هنا يحتمل القتل بظلم وقتل بحق، بحق
تحتمل، تحتمل الاثنين، انما القصاص لا يحتمل الا معنى القتل بحق بس. فشوف ربك لما جابها جاب المعنى اللي هو لا يحتمل المعنى. اختار القتل، اختار القصاص واعرض عن كلمة القتل لعموم كلمة القتل الشاملة للقتل بظلم والقتل بحق، وعدل عن كلمة القتل المكررة لان التكرار ضد البلاغ، تكرار اللفظ ضد البلاغ. ايه القتل انقل القتل؟ خيار يا لوبيا خيار ما تنفعش عند العرب، ما تكرر الكلمة في اولها واخرها تبقى دي ضد البلاغ، لكن ربك سبحانه وتعالى ما كررش، قال ولكم في القصاص، في القصاص حياة. فبهتهم هم كانوا يقول لك كلمة القتل انقل القتل او انقل القتل دي ما فيش احلى منها، ويقولوها يقول لك العرب عجزوا عن ان يأتوا كلمة بليغة مع قصر لفظها وعموم معناها زي اللفظ ده. فجاء ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال لهم ولكم في القصاص حياة. بهتوا ما كانتش تخطر على بالهم، لان القصاص اللي هو القتل بحق اللي هو قتل القاتل بظلم فيه حياة للمقتول، لان الانسان لو اراد ان يقتل انسان وتذكر انه هو لو قتله هيقتل هيحافظ على الانسان اللي ناوي يقتله، يبقى في حياة للمقتول ولا فيش حياة؟ في حياة. ومش كده وبس، ولو تسرع انسان وقتل انسان فقتل هذا الانسان، يقوم ده يبقى زاجر لاي انسان اخر يفكر انه يقتل انسان اخر انه يقتله لانه عارف انه هيقتل. يبقى القصاص فيه حياة ولا مفيش حياة؟ في حياة، بالرغم ان القصاص قتل والحياة خلاف القتل، يجوا الاثنين مقابلين لبعض ويكون سبب القتل هو سبب الحياة في آن واحد، في بعد كده اعجاز عجيبة. وقوله ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. شوف كلام الجميل اللي هو ربنا بيصف فيه حال الكفار عندما يموتون، او حال اهل بدر من الكفار عندما ماتوا وفزعوا من قتال المسلمين، ثم بعد ذلك اخذوا من مكان قريب الى مقاعد في جهنم او الى القليب. ربنا سبحانه وتعالى بيشرح لك حالهم في اقل الفاظ ممكنة. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت يعني فلا مهرب، واخذوا من مكان قريب يعني متمكن منهم سبحانه وتعالى، مش هم بعاد وهو بيدور عليهم، لا ده هم قريبين من قدراته سبحانه وتعالى، في قبضته سبحانه وتعالى. كل ده الهلك في الفاظ جميلة ناصعة واضحة يفهمها الامي ويفهمها القارئ، وياخد منها البليغ البلاغة، وياخد منها الفصيح الفصاحة، ومطابقة للمعنى ومطابقة للواقع ولما حدث. كل ده في آن واحد، وكل دي اتقالت قبل ما يحدث لقاء المشركين في بدر، وقبل ما تقوم الساعة وحال المشركين والكفار هيبقى يوم القيامة بهذه الحالة ايضا. فيتصف حال القريب العهد، وتصف حال بعيد العهد، وتصف حال ما بين البين الى يوم القيامة. في آية بسيطة قصيرة كلمات واضحة كل الناس تفهم منها. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب سبحانه وتعالى. وقوله ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف يجيب لك الحاجات المتناقضة، السيئة قدام الحسن والعداوة قدام الولي الحميم، وكله يحط لك الحاجات دي كلها ويجعل ويستخرج لك من السيئة الحسنة، ويستخرج لك من العداوة الحب الشديد سبحانه وتعالى بالطريقة اللي هي تصادق طبائع البشر. إذا قاومت السيئة وقابلت السيئة بالخصلة الحسنة وأحسنت لمن أساء إليك انقلبت العداوة إلى حب وإلى ولاء، وهذا هو الواقع مع جمال الألفاظ. فالألفاظ واختيار الألفاظ سابق المعاني المطابقة للواقع بأقل عدد من الألفاظ وأجمل وأكبر معاني ممكن يشملها هذه الألفاظ. وعشان كده العرب لما كنت تسمع القرآن العرب الفصحاء كانوا لا يجدوا إلا أنهم يعني يسجدوا سجود لله رب العالمين قائل هذا الكلام. ادفع بالتي هي أحسن، هي مكتوب عندك بالتي وهي في واو عندك؟ أصل في واو عندي زيادة غلط يعني صححها الآية. وقوله ادفع بالتي هي أحسن، أنا عندي وهي أحسن، صححها بقى اللي عنده كتاب يصححها.
ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقوله وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. حال الارض في الطوفان مع سيدنا نوح وكيف ان الله سبحانه وتعالى قلب حالها من الغرق الى النجاة ومن كثرة المياه الى اليبوسة وكيف ان الله سبحانه وتعالى اخرجهم من الهلاك الى النجاة. كل دي بقى الفاظ جميلة وصف. وقيل يا عبد ابلعي ماءك وبعدين الامر للجماد ان ربنا سبحانه وتعالى يأمر الجماد دليل على الانقياد ان عنده الجماد يطيعه دليل على القدرة لان الجماد اصلا لا يسمع فمعناه هي تمام القدرة وتمام الارادة ان الله سبحانه وتعالى يوجه امره للارض والارض تسمع وتطيع. يعني معناه ان كلام الله مطابق لارادته وارادته مطابقة للواقع يدل على كمال قدرته وانه محيط بكل شيء وعلى كل شيء قدير. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. آية فيها من الفصاحة والبلاغة والجمال والإيمان والنور ما لا يستطيع وصفه الواصفون. وقوله سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه. كل دي نماذج لكن القرآن كله جميل بس هو بيختار لك بعض النماذج. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. فربنا سبحانه وتعالى جمع لك في الآية دي كل اللي حصل في الأمم السابقة. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قوم لوط ومنهم من أخذته الصيحة قوم صالح وثمود ومدين قوم صالح وقوم شعيب أخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ومنهم صيحة العذاب سيدنا جبريل يصيح صيحة تدك الأرض عليهم في الجنة وينتهي الرجل ناتج الصيحة الرجل ناتج الصيحة الرجل ها هنقول. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة. الحاصب زي ايه؟ زي الطير الأبابيل زي الحجارة تيجي ريح شديدة بحجارة تموت. اللي هم قوم لوط. ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة اللي هم قوم صالح وقوم شعيب. ومنهم من خسفنا به الأرض قارون. ومنهم من أغرقنا آل فرعون وكفار سيدنا نوح أغرقهم فشملت الاثنين في آية واحدة. جاب لك دول وجاب لك دول القديم والجديد واللي جاي واللي رايح سبحانه وتعالى في آية واحدة. وأشباهها من الآية بل أكثر القرآن حققت ما بينته من إيجاز ألفاظها وكثرة معانيها ودباجة عبارتها وحسن تأليف حروفها وتلاؤم كلمها وأن تحت كل لفظة منها جملا كثيرة وفصولا جمة وعلوما زوافر ملئت الدواوين في من بعض ما استفيد منها وكثرت المقالات في المستنبطات عنها. ثم هو في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السوالف التي يضعف في عادة الفصحاء عندها الكلام ويذهب ماء البيان آية لمتأمله. يعني كمان لما يجوا العرب كانوا يحاولوا يخصوا قصة كانت تبص تلاقي بقى ايه الالفاظ بتاعتهم تبقى ضعيفة بقى لانه هيرتبط بمعاني معينة عايز يوصلها لك فيقوم ايه يخونوا اختيار الالفاظ فيبتدي يبعث ايه جزالة اللفظ عندهم. لكن شوف انت بقى قصص القرآن القرآن فيه قصص كثير يمكن اكثر من ثلث القرآن قصص. وبالرغم من كده قصص القرآن ويتكرر قصص القرآن في النبي الواحد عدة مرات في القرآن وفي كل مرة نصاعة في العبارة وألفاظ في غاية القوة والجمال والحلاوة بحيث ان الآية دي تنسي الآية السابقة
اللي حافظ القرآن يجي مثلا يقرأ قصة سيدنا موسى مثلا في الشعراء يروح داخل في قصة سيدنا موسى في الأعراف، ويجي يقرأ قصة سيدنا موسى في القصص يروح داخل في قصة سيدنا موسى في يونس ويتلخبط ويخص. ليه؟ لأن من كثرة جمال الألفاظ تنسي دي مكان دي ودي مكان دي من قوة الألفاظ وجزالة العبارة وجمال اختيار الجمل اللي هي مطابقة لواقع الأخبار اللي يخبرها سبحانه وتعالى. ودي هذا المجال مجال القصص عند العرب كانوا ضعفاء فيه في اللغة. جاء القرآن على شيء هم لم يستطيعوا أن يقصوا أخبار الأولين بهذه الجزالة والجمال والحلاوة، فضلا عن أنهم كانوا لا يعرفون أخبارهم أصلا. يعني كان العرب كلهم ما يعرفوش نبي اسمه يوسف مثلا، لدرجة أن لما ذهب قريش إلى اليهود وقالوا لليهود إحنا عايزين أسئلة نعجز بها النبي علشان نشوفه صادق ولا مش صادق، فبقوا يقولوا لهم اسألوه عن كذا واسألوه عن كذا واسألوه عن كذا، فإن جاب فإن أجاب يبقى نبي، لأنه في حاجات ما يعرفهاش. منها مثلا قصة سيدنا يوسف، قالوا له مثلا إيه اسألوه عن يوسف هل يعلم شيء عن نبي اسمه يوسف. كان العرب نفسهم ما يعرفوش حد اسمه يوسف ولا نبي اسمه يوسف أصلا، كل العرب لم يتناولوا ذكره، وما كانش في حد أصلا في العرب اسمه يوسف أصلا. يعني كلمة يوسف دي كده كلفظ ما كانش يعرفها إلا أهل الكتاب بس اليهود، إن هو إيه ابن سيدنا يعقوب. يقوموا يروحوا يسألوا سيدنا رسول الله هل تعرف شيء عن يوسف، يروح ربنا سبحانه وتعالى إيه ينزل سورة يوسف كاملة فيها كل أخبار، لدرجة إن هم نفسهم يعرفوا تفاصيل في قصة سيدنا يوسف هم ما كانوش يعرفوها في التوراة عندهم، ولا يستطيعوا أن يكذبوا لفظ جت فيه ولا حادثة جت فيها. ولو كانت الحادثة الحوادث اللي قصها الله سبحانه وتعالى فأي قصص من الأنبياء مخالفة لما كان عندهم من التوراة لكانوا هللوا ومالوا الدنيا، لكن كانوا وعشان كده لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات للسائلين اللي هم اليهود، آية ليهم يعرفوا أنه من عند الله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويبتدي القصص من أول رؤية سيدنا يوسف وعملوا إخواته فيه بالتدريج والجمال والألفاظ البديعة مع اختيار اللفظ مع الإيجاز مع البعد عن الفحش، لأن قصة يوسف كان فيها بعض الأشياء الفاحشة، ويجيب الأشياء الفاحشة في قصة سيدنا يوسف بأجمل الألفاظ وأوجز العبارات، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ويحكي عن شاهد يوسف وإزاي ثبتت براءة يوسف، كل ده في لفظ بديع جميل مسلسل عجيب من نبي من إنسان عربي نشأ في جزيرة العرب لا يعلم شيء أصلا عن يوسف فضلا عن قومه يعرفوا إيه. كل ده مش دليل نبوته وإنه بيتكلم عن رب العالمين، وحواليه أهل الكتاب قاعدين كده بيبحلقوا هم اللي مسلطين الكفار يسألوه عن هذا السؤال، وبالرغم من كده برضه يسرون عداوته ويحاربونه، وكل ما يسألوه سؤال الرسول يجيب عليه وبرضه لا يسلمون بالرغم من هذا، إلا القليل منهم اللي أسلموا ربنا سبحانه وتعالى أكرمه. ثم هو في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السوالف التي يضعف في عادة الفصحاء عندها الكلام ويذهب ماء البيان آية لمتأمله من ربط الكلام بعضه ببعض والتئام سرده وتناصف وجوهه كقصة يوسف على طولها، ثم إذا ترددت قصصه اختلفت العبارات عنها على كثرة ترددها حتى تكاد كل واحدة تنسي في البيان صاحبتها وتناصف في الحسن وجه مقابلتها، ولا نفور للنفوس من ترديدها ولا معاداة لمعادها. ولما تيجي ترددها كل ما ترددها ما تحسش انك انت زهقت منها، تقعد تقرا القران 60 سنه و70 سنه وكل شهر وكل اسبوع، وكل ما تروح جامعة تصلي جماعة تسمع الآيات اللي انت سمعها قبل كده مئات المرات، وكل مرة تزداد حلاوة في أذنك، وكل مرة تزداد جمال في قلبك، وكل مرة تستنتج منها معنى جديد ويلفت نظرك إلى معاني جديدة. مش دي كلها معجزات؟ كل دي معجزات تترى. اسمع انت بقى كلام البشر كده تزهق منه لو رددته مثلا 10 مرات أو 100 مرة أو 3 مرات وما تقدرش تحفظه بلفظ، تقدر تحفظه بمعناه لكن ما تقدرش تقول بلفظ، ولو قلته بلفظه مرة واثنين تحس ان قلبك ظلم لما تكرره، انما القرآن كل ما تكرره قلبك ينور. دي كلها حاجات غريبة في القرآن ومعاني غريبة في القرآن. فده الوجه الاول من وجوه اعجاز القرآن
الذي تكلمنا عنه في هذا الفصل، وهو حسن تأليفه والتئام كلمته وفصاحته ووجوه إجازه وبلاغته. والخميس القادم نتكلم في الوجه الثاني من وجوه إعجاز القرآن، وهي صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب العرب وكلامهم.